إنما الدنيا كمنزل راكبين أنا ماشيا ثم في الصف رايل تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر فكم من فتى يمشي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري ولو اشتى ألفا ثم ألفين بعدها ولا بد من يوم تصير إلى القبر فكيف تخاف الفقر والله رازق وقد يرزق الأطيار والهوت في البحر توكل على الرحمن إن كنت عاقلا ويأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري ولا يدخل الفردوس إلا من اتقى يؤدي حقوق الله في السر والجهر ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والندم ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والندم ليس القريب قريب الشام واليمن إن القريب قريب اللهد والكفن لا تنهرن قريبا طالت قربته والدار ينهركم بالذل والندم إن جاءني الموت لن ترتد ساعته لا حول حالي والروح فارقت بدني وجاءني غاسل في الهين يغسلني تلك الثياب فأراني وقلعني قلعوني قديما كنت لابسه ولبسوني جديدا اسمه الكفن وحملوني على أعناق أربعة نحو المصلين والأحباب توادعني صلوا علي صلاة لا سجود لها آخر صلاتي من الدنيا يا حزني نزلوني على قبري بلا مهلين ونزلوا منهم واحد ليسندني رصوا علي حجارا لا أطيق لها وسددوا القبر من فوقي وفارقني حالوا علي تراب القبر وانصرفوا كأنما كان منهم حد يعرفني بقيت منفردا في القبر يا سندي في هضرة الملكين الله يسترني أمي وأختي وجيراني بأجمعهم يبكو علي بكاء ليس ينفعني لو كان لي نطقة كنت أقول لهم كف البكاء فالبكاء في الجوف يارقني تزوجت زوجتي بعلا لها بدلي وصاروا يسكنوا في أوطاني وفي سكني صاروا يسكنوا في أوطاني وفي سكني واتخذوا ابني أبدا بلا ثمني قولوا لمن ملك الدنيا بأجمعها قولوا لمن ملك الدنيا بأجمعها لم يأخذوا منها غير القطن والكفن